لنهاية الكلام بقى لما خدناها ومشينا. طبعا في ناس اتصلت احنا ما نعرفهاش ومن انهي جهات ما نعرفش، لدرجة اتصلوا على الدكتور صفوت حجازي وهو كمان مش عارف مين. فاحنا اقرينا واجمعنا بالاجماع ان نعمل مؤتمر صحفي لأحمد شحاتة على أساس يبقى شخصية معروفة ورمز من رموز التحرير برضو، لأنه هو أساسا بينتمي للتحرير. فقررنا بالليل ساعة ما خدناه نعمل له مؤتمر صحفي، وبالتالي النهاردة الساعة 2 الظهر اتعمل له مؤتمر صحفي من قنوات فضائية وعالمية كتير قوي تأمينا ليه، بحيث لو اتغدر بالولد في أي وقت من أي حد يبقى هو ده حمايته، وربنا يحميل مصر ويحميل نفسه يا رب. وشكرا جزيلا. عنيت